صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو تدعي فيه أستاذة وقوفها على وضعية مزرية من داخل إحدى الوحدات المدرسية بمديرية إقليم سيدي قاسم وإنعدام التجهيزات فيها، لكن نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة في بلاغ توضيحي لها أن هذه الإدعاءات عارية عن الصحة. وقالت الأكاديمية أن الإدعاءات الواردة في الفيديو لا أساس لها من الصحة، علما بأن الطاولات تم سحبها من الحجرة المعنية خلال العطلة الصيفية قصد تمكين المقاول من إنجاز البناء وأشغال التأهيل. استمنا نخدم فيه. شوفوا دخلنا عليك بالله. هذا قسم نقول السمية ولا بلاش؟ يلا شو العش دابا. انا استاذه جديده غادي نجي وغادي ندخل قاسم بعدا فينا ما اصلا الطاولات عاد يجيبوهم وحاد قيل في مليون محفظه تاع 260. يلا هذا قاسم ولا كوري؟ هذا كوري. واجي نشوفوا الساحه. الباب بعدا ما كاينش الضو، ما كاينش البوله جاي. ولا ادير لهم طاطاش، ادير لهم سبوره تفاعليه، ادير لهم نبدا نشوفوا الساحه. شو الساحه الزنزان كان هنا. شو لا وحش يسير ولا طائر يا طير. ها شو اجي نشوفوا القسم الاخر. اون بليس دو سا تقرر خامس سادس مشترك وتقريهم العربيه والفرنسيه. شو القسم الاخر؟ يلا وعندي الاختيار ما بين هاد جوج اقسام. ها اش غادي ندير انا هنايا؟ اش غادي ندير انا هنا شنو غادي ندير في هاد الفرعيه؟ ها شنو هاد الحاله؟ شكرا على المشاهده. لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد.